انا وحبيبي عاشقين الاتنين، رعى الغنم عايشين عايشين هنين فوق البرج الخضر بالليل ما زارين، غني ونحلم في الصبح نخرجوا متعلقين حلموا الأنصار نجموا الصبا وخير البلاد نديروا عرس ونولولاد هكذا حلمنا كان يكبر. زعما زعما حاجيتو ما 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 حاجيتو تو تمسناي مسي قبل فرنسا كي فرنسا اي مالو ضرمي ياها مالا غرس يجو قزين ياها قزين ويزربو يخفيس روميني ذاني سكني سكان تاغي يروح يقذ يقذ اي مثل يجا قزين ذين وحدي روميو غرس الملك ذا قرضا ياها قرسي من البنكا غرس غرس الشاطو غرس كل شيء اوكي هاي والله غرس صحيحة ما المكي يقول روح يولا فوق المحامي المحامي ويدي ناس والله نوكلك نديرك محامي على الحلب تاعي هذا نهار اللي يموت دير له جنازة طبيعية عادي اوكي دير له الطعام الامنسي مثلا دير له كل شيء ودير له ثلاث ايام ورجلها حر رجلها دار له العشاء ورجلها فور وكذا وبعد الجماعة اللي جاو تما ذوك الضياف اللي جاو للجنازة ما عرفوش قالوا جنازة قالوا شكون مات شكون كذا قالوا ودي نقول لكم والله غير حشمتيني حشاكم واش خير ان شاء الله خير. الناس ودينا محامي قال لي القوري وقال لي بلي كيفاه كيفاه واش صار معايا الكلب هذا واش عنده في حياته محزو يحبو ناخذو كيما هو كيما هو قال له ما عندوش دراري ما عندوش المرأة قال الكلب هذا هو كلش قال له هذا راني درت له العشاء بداو يقول تقية وحاط في استغفر الله يا رب كلينا العشاء تاع الكلب واش هذا والمشاكل هذه والدنيا بقاو مساكن تحصروا وفكروا ندموا واحد الندم كبير قال له لازم تسقسيو الامام قال له جوستومون قال له سقسيو لي الامام وشوفوا شوفوا واش يقول لكم ويزيدوا يجيبوه معاكم اختار كان وصية كان وصية وكذا جاء راحوا قالوا له قالوا له ودي يا سيدي الشيخ وخاطر مالنا مشكلة اليوم رحنا واحد الجنازة كلينا العشاء وكلنا كذاك العشاء سقسينا باللي تاع العشاء تاع واحد الكلب تاع القوري يا حفيد استغفر الله العظيم لا قد ارتكبتم إثما كبيرا لا يجوز شرعا حرام تاكلوا طعام تاع واش هاد المشكلة هاد المصيبة الناس بصحوا قال لك ارواح راح راح يجري وكذا واش يا سيدي المحامي كيف هذا الرفيع اللي درتها ودي قال له انا خاطيني انا المحامي المحامي سي نورمال ما عندي حتى ذنب وحتى شيء ايه بيان سور خلص هذا الشيء صح اللي بي بول سا استنى بوكا قالوا بلي هذا الكلب عنده كميه تاع دراهم ودرت له العشاء وفاضوا ومازال في البنكة بصح وصاني قال لي خليهم لي للشيخ زياده قال له واش وصوا على المرحوم المرحوم ماشي تقزين تاع المرحوم ولا مرحوم ولا شكل مرحوم هذه كان يا مكان حكاية ترويها العجايز للصبيان قبل ما تنام يظنها راوع ما نسمان بدي الكلام كان يا مكان متى لا نرجع ولاش متى لا نرجع بذاتي حاجة نوضة نوشن إيه إيه تشك حاجة أنا ده نوشن أكذا زرقو ما لا يتكلم قال لك يا سيدي هذا السبع
ايلا من يحوس القفزين اللي يصيدوا معاه. هذا سبق خرج بينا راح جاب اللي سرقوه وجاب هذو فورفس يا هذا بيندوز سقبل سقبل هذو منيح بيندوز مش يصيدوا معه مش الصيدنا كيس يا صيدنا كيس صيدنا كيس صار صيدنا كيس ينو يعني 100% صيادة تكون ناجحة إن شاء الله. إنك روح ماكل صيد ما تدفن تفني دقنين تفني ضغط وصغار تفني دفون ناس فرحن أوسان مشاورن كيف تكون القسمة القسمة غير وعر ما خلا نيران وبدا ما تدفني مالون وعر عيتها يندقدو زرقو قني ينسى سيدي السبع بين القسمة ينسى أنا ندي الأرنب و سيدي الذيب شاكار ينسى لا ينسى العكس ينسى سيدي الذيب نعطيولو الأرنب ينسى أنا ندي الغزال وسيدي السبع باين باين البقرة حاجة البقرة كبيرة كبيرة مع الكبيرين لكن وعدو ما حزقان أي راذني قسمة حالتو تحوال الشكور يقلق مش مستعد مش مستعد يوث وازر قوقني يا راح يتقلع سيدتي سمولات تلولة يا سيدي سمولات تلولة قسمة هذه ما مش مليح هذه أني تشك الأرنب تفطر بها الصباح بريكفاست الناس ما كيسقنا غاطني وصغار عاد الشبع 12 ديجوني لانش لانش البقرات تعشى بها الناس هذا قسمة من وراء الدور تعرف يسلاس يسلاس وين قريت وين تعلمت قسم كيما هكذا ورينا الناس شكون علمك هذا القسمة هذا الناس ها سيدي الصباح يا سيدي اسمع انا ساكن اللي علمني هو العين تاع سيدي الزرقوق اي ده سيدي الزرقوق هو اللي علمني العين هذه هي